سابقا في روبيك. هذه اللعبة اللي وعدتك بها اسمها روبيك. هي صعبة شوية بس أنا نعرفك شطور وحتتعلمها بسرعة. وهذه لي يعني اعتبري ولدك في الحفظ والصون بعون الله، ما بين مشيتي وجيتي بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله دير بالك عليه يا نورين. مش حنوصيكم توصيش علي مروان، انتي غير توكل على الله. بس مروان هذا زي ولدي. عمك وبوك ماتوا يا مروان، ماتوا. أحبي الطير وهم مروحين. يعني ما ركبتهاش. قداش لي كنت تحاول تحل هاللعبة المعقدة هذه؟ حيجي يوم ركبها. أبطال عمرك إن شاء الله. أنا ماشية. سلام. من هو اللي هذا؟ 100 مليون دولار. والله وكبرتي يا أميرة. وجه الوقت اللي نزوجك فيه راجل معبي ومبرز يطلعنا من الفقر اللي احنا فيه. خذوهم كويس، حطوهم في شنطة عربيتي. انت شن ديت لحق فيها؟ ممكن نبيك في كلمتين على الفراد. اسفة ما نكلمش في كل من هب ودب في الشارع. معقولة ديروا زيارة ليلية للمخازن التموين بدون ما تعزمونا ولا تبلغونا حتى بالكذب؟ انت كنت تتصلوا بينا يا راجل ولا تعطونا حتى أنا. ما تعودناش نعزم حد في زيارتنا الليلية. لو كانت نهارية كنا عزمناكم أكيد. ما لا تعرف كيف صديقي، زيارة ليلية غير مسموح بها داخل حدودنا الإدارية. شاف فيها مصباح خوك أيمن. خير أيمن. ما فيش رد. شو تتوقع؟ فيش إلا صقر يديرها. ما تتسرعش. البلاد معبية ميليشيات من كل نوع ولون. من يقدر يسترجل يقرب خو الشامخ؟ مرات موضوع فلوس وفدية. لو كان يبوا فلوس كانوا اتصلوا بينا. طب احنا شنو وصلنا للحال هذا؟ تما كان سمع كلامي بدل ما يضيع وقته في الجامعة والقراية والكلام الفارغ راهو جيع عوني. راهو تو يدور بحراسات وما فيش حد يقدر يقربه. لكن شو بندير له؟ طالع لي واحد خيخة. حتى اللي يشبح في الشارع ما يقولش خوي بكل، وكل من هب ودب مستوطي حيطه. يا ما كلمناه ونصحناه، قل شيء يخلي سيارة حراسات تمشي وراه. مسكر راسه.
الشباب قاعدين يراجعوا في أوامرك يا شامخ. شنو اسم أخت صقر اليوم حكيت لي عليها؟ فاطمة تقرأ شهادة ثانوية. جيبوها. خلاص اوكي، انا شوي بنخدم انا وفاطمة من غادي. باي باي تو. انتي ما تعيش من لكلك والدوع في الموبايل. كنت اتكلم في صحباتي يا تحبيهم هلبة صحباتك اللي مقطع الرصيد على خاطرهم. كانو كلمت صحباتي ما بنكلم يا افطري افطري باهي، ردي بالك بعدين تجيني وتقولي لي نبي حكرت يا خلاص راه معاش الضمان الشهر هذا بح ابن عليه طابية. الشرطة قاعدة ولد. باين في أزواج. من وين خنبت؟ مدرسة قدام الجامع. حتى الجوامع مش مسيبينهم يا سبحان الله. وين التقوى والإيمان؟ وين؟ هادو 10,000 ولو أن سيارتك مفروض حقها 9.5 بس، لكن انت زبون عندنا وديما تجيب لنا في السيارات البهيات، زدناك المره هذه. لكن يا جيب. لا لكن لا فاكن، خذ فلوسك خير ما نغير رايي ونمشطها منك ببلاش. خان ابوي الشرط سبحان الله. ياسر وانت كملت مخزون البلاد من المية. نحكي السلام عليكم. عليكم السلام. خير يا شيخنا، انت وين كنت؟ كنت نحكي في سوق الخضرة. ما سمعتوش نحكي التفجير اللي توا؟ ايه سمعناه. وين بالضبط؟ قالوا هناكي قدام السفارة انت على هناكي طليان. معناها اقول تشاو على تأشيرات ايطاليا. تشاو هناكي الرفاداتشي فوقها. احسن يا راجل احسن، هناكي خلي الشباب ينطمر في هناكي بلادها خير من هناكي تقوبيع برا. الشباب مفقع في الانقوليات وبلا خدمة، ونصهم ماتوا بالميتانول يا بورا، دي شو تبيهم يديروا؟ لا هيك السلام عليكم.
الحاج فوزي، تعال للورشة بسرعة. تقول الأرقام إن نسبة الجريمة ارتفعت بمعدل 30% في الأشهر الثلاثة الماضية. السرقة بالإكراه هي أكثر الجرائم انتشار، حيث يحدث يومياً ما لا يقل عن 20 حالة سرقة بالإكراه، أغلبها للسيارات. أما جرائم القتل فهي في ارتفاع كبير، حيث وقع الشهر الماضي فقط 32 جريمة قتل، وهو رقم كبير للغاية. هذه الأرقام المرعبة دليل على ضعف الأجهزة الأمنية وعدم وجود خطط لمكافحة الجريمة، والمتهم الأول والأخير هو الأجهزة الأمنية. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا النقيب أحمد الهادي، أمر القوة المركزية. أهلا بك سيادة النقيب. في البداية أنا عقيد ومش نقيب. نعتذر سيادة العقيد، الباين ان ارقام الجريمة العالية خلتنا نغلطوا حتى في الرتبة متاعك. ومن قال الارقام هذه صحيحة؟ لدينا مصادر خاصة تؤكد هذه الارقام. اذكرنا المصدر هذا لو سمحت. سيادة النقيب هي مصادر خاصة ولا يمكن الافصاح عنها. قلت لك انا عقيد ومش نقيب. عموما سبلتكم هذه نعرفوها كويس، ولما تبوا تروجوا لإشاعة معينة تحطوها في رأس المصدر الخاص اللي غير معروف واللي مش موجود أصلاً. يعني يا سيادة النقيب، آسف العقيد أحمد، تبي تقنع المواطن توا أن ما فيش جريمة في بلادنا إطلاقاً؟ الجريمة موجودة سواء في بلادنا ولا في بلدان العالم، لكن ذكر أرقام غير صحيح بالمرة هذا جريمة في حد ذاته. وبرنامجك من الواضح أن الهدف منه تشويه جهازنا، رغم شهودنا الكبيرة اللي يعرفوها كل الناس. أي جهود يا سيادة الرائد أحمد، الأرقام تتحدث بنفسها. الجريمة منتشرة في كل مكان، والسبب كما يقول الناس هو ضعف الأجهزة الأمنية اللي تقودوها. لولا جهازنا يا سيد لم ترى الحياة في الشوارع، ولا كانت هناك دراسة، ولا سيارات تشوب الشوارع، ولا مخابز تشتغل، ولا محلات تفتح أبوابها. لكن زي ما قلت لك، الغرض من برنامجك واضح، وأمثالك من اللي باعوا ضميرهم. يبدو أن فقدنا الاتصال بالنقيب أحمد الهادي. حقيقة حجته كانت ضعيفة للغاية، وردوده كانت ضعيفة جدا، ومن الواضح أنه غير مؤهل لمثل هذا المنصب. وندعو من هذا المنبر كل المسؤولين لتفعيل الأجهزة الأمنية وضخ دماء جديدة فيها. والآن ننتقل إلى فاصل قصير، وبعدها حيكون معنا أحد رجال الوطن الشرفاء اللي ساهموا بقوة في إرساء الأمن والأمان في بلادنا، السيد صقر عبد السلام، فكونوا معنا. ترام بدي لي السمن. الحاجة مريم قلت لك صفة البكلاوة لازم توصلها الليلة. هو مش فاتح تولدها بعد غدوة؟ أعطوها لها غدوة. والله هي هكي قالت، بكتب توزع منها قبل الفاتح. العفو يا ربي، الناس معاش عندها صبر بتطير. صباح الخير. صباح النور. تو قلتي مديري لهنا خير هيك وجينا. هو انت دافع حق الصالون؟ نودي وفاة ديري الفطوري. نودي. حاضر يا ابوي. اهلين وفاة، كيف حالك؟ أهلين سالم، شن جابك؟ طمنيني عليك وعلى الحاجة، إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. خير سالم، في حاجة؟
مروان تعارك مع شباب وراهو رفعوه بالسيارة. من هما الشباب ورفعوه؟ والله ما نعرف، مجموعة مسلحين جو بيخطفوا زوز بنات وتحارك معاهم مروان ورفعوه حتى هو راه. ربي يستر توا، بس كيف بنقولها لأمي؟ أنت غير صبري بالك شوية، بالك اليوم يطلقوه، وكان ما طلقوش بعدين نقولي لها. تبلي طقطق على الباب يا وفاء. حد يا بوي، هذه واحدة جاية تساسي. إياح قولي لها وينها السيولة، كان عندها فلوس تعطينا. برا أنت توا، تو نعرف كيف نتصرف. أهلا بكم من جديد، والآن كما وعدناكم معنا أحد رجالات الوطن الأوفياء السيد صقر عبد السلام. مرحبتين بيه. أهلا أستاذ ربيع، شكرا لك على الترحيب. حقيقة أستاذ صقر ما نبيش نحكي لك على كم الاتصالات الهائل اللي طالبوا بإجراء لقاء معك. بارك الله فيك وفيهم، وهذا من دواعي سروري وإحنا دائما في خدمة الوطن. يا ريت تحكي لنا كيف استطعتم القضاء على الجريمة، والأرقام قدامنا اتأكد انخفاض معدل الجريمة في المناطق اللي قمتم بتأمينها. اتفضل المساحة لي. خربت اشبح لي؟ اسف. ياسر انت اكيد في غلط في الموضوع، بعدين كان يبوا يضرونا لو ما خلوناش لي توا. نبر الدم هذا كله مش خايفه. المفروض انت ما تخافيش، وراك خوك صقر، انا اللي المفروض نخاف ما ورايا حد. انت شو خلاك تتدخل؟ لا في، انا جيت ننقذكم. مش قصدي، لكن انت ما تعرفناش، علاش حاولت انك انت تنقذنا؟ كنت حندير نفس الشيء لو كانوا بنات تانيات، في الاخير بنات ولازم الواحد يدافع عليهم. زعما ايه هذا اللي كان حيصير. وين؟ وش انتبهوا منا؟ ربيع قاعد برا. دخله عبارة، انت تو تلاقوا بعدين في الليلة. ذوقك قاعد راقي يا فندي صقر. أهلين أهلين مودينا الحبوب. ها شو رايك في حلقة اليوم؟ مساحت لك باللي اسمه أحمد الهادي أرضية الاستوديو. اليوم كفيت ووفيت، فشيت لغلي في العقيد أحمد. قصدك النقيب. أنا مبسوط منك يا ربيع، حنمبسط منك أكثر اليومات الجاية. إحنا في الخدمة يا فندي.
هذه قائمة فيها شوية أسماء نبيك تحرقها مليح برنامجك، وتلقى فيها وثائق مضروبة وصور فوتوشوب عرضها كأدلة تثبات في برنامجك. كون هاني، بس ما نوعدكش إن الأسماء كلها حنوصلوا فيها. معقولة خايف معك صقر؟ مش هيك يا فندي، بس أنت تعرف إن سياسة القناة مرات تفرض علي الشيء هذا. سياسة قناتكم خليها علي أنا. هل تو تقدر تمشي وتلقى الظرف متاعك مع جمال؟ صح صح، شنو الوضع؟ أخت صقر نازلة في الضيافة عندك. وكلتها هو؟ أكيد. ما نبيش حد يغلط فيها، وأي حاجة تبها جيبوها على طول. حاضر يا شامخ. شنو في حاجة تانية؟ في صحفي كاتب مقال عليك. يشكر ولا يذم؟ مقالة كلها سب وشتم مباشر. اسم الجريدة؟ جريدة الأحداث. جيبوا الكاتب. لا. رئيس التحرير. لا. جيبوا اللي ماسك الصحافة بطوبته اليوم. اليوم يكون عندك. صقر ولا مازال؟ لا مازال راجلين. نقول لك إلا قول لي شن حال بنت خالي مريم؟ كويسة، سلم عليك. رد بالك عليها كويس يا ابو نسيب، ما نبيش حاجة تنقصها. كون هاني يا ابو نسيب، خيرك مغرقنا. أيوة سعاد معاك. شن صار في أم البنت؟ وافقت ولا مازال؟ الحمد لله. وأخيرا قلتي لها أني تاجر كبير وعندي حشو. الله عليك يا سعودة، ربي يخليك لي يا بنت عمتي. باهي أمتى نجي نشوف البنت؟ ما قلت لهاش. باهي لما تقولها بلغيني، وبشارتك عندي. سلامات سلامات يا وجه الخير، سلامات. هنعمل له ايه؟ طيب لطفي، نعم يا فندم. اضرب الجرس، خلي الفراش يشيل هدومي من هنا.
اتصل بصقر تو. ما فيش داعي. وين كنت؟ قصة طويلة تو نحكيها لك، نبي نستريح تو. ماشي برا استريح تو، لكن قبل كل شيء لازم نعرف شكون اللي شدوك. جا منية شدوني ببلاغ كيتي، ولما عرفوني اخوك طلقوني طول. ماشي برا استريح تو، وبعدين نحكوا على كل شيء. اطلقوا البنت طول ووصلوها لأقرب طريق توصل منها لحوشة، وأوهموها أنكم جهة أمنية وأنكم كنتوا شاكين فيها في قضية أمنية لا غير. علم مجاري التنفيذ. تعرف يا أستاذ بشير أن العقيد أحمد من أكفأ الضباط في البلاد على الإطلاق، وعنده قوة كبيرة تقدر تعتمد عليها. شرفت معرفتك سيد العقيد. الشرف لينا أستاذ بشير. البلاد في حاجة لناس وطنيين زيك، وللأسف الجريمة في ارتفاع بشكل يومي ولازم نوقف جد. خلي يكون معكم صريح، أنا كنت متردد جدا من استلام الوزارة لسبب واحد. المنصب اللي ما نقدرش نأثر فيه حيكون مجرد اسم وصفة ينكتب على الكروت بس، وانتوا سادة العارفين كيف كان وضع وزراء الداخلية في السابق، مجرد منظر بس. عندك حق يا أستاذ بشير، لكن الوضع تو يختلف. ميزان قوة تغير، والعقيد أحمد عنده قوة لا يستهان بها، حتساعدك وتآزرك باش نفذ كل مخططاتك الأمنية. شو رايك؟ لازم نسمع ردك النهائي، ما عنديش وقت نضيع. على بركة الله. أهلا بك معنا. Thank you.
بشير وافق على منصب وزير داخلية. طلعت القرار؟ خليتهم يطبعوا فيه وغدوة حيتم تعميمه. كلم الشباب يضيفوه عندهم. حاضر. كم تتوقع يقعد؟ كان ما اسمعش كلامنا مش حيفوت شهر. تمام يا موفق. أي أوامر تانية؟ العقيد أحمد بدون توصيه داخل في المخطط. ما خابش ظني فيك يا موفق لما اخترتك للمنصب، تفهمها وهي طايرة. تلميذك يا أستاذة. تقدر تمشي توا. It's done.